خليني أخذ سامر على السريع. سلام المسيح، سلام المسيح، أهلا وسهلا. شو الاسم؟ رحاب، أهلا وسهلا رحاب، كيفك ابنة؟ تفضلي تفضلي حبيبتي، شو سؤالك؟ أنا عندي شهادة للرب، قولي حبيبتي بسرعة. بدي أشكرك كتير. أنا معك بالجروب المستردين 201. 100 أهلا وسهلا فيكي. عن جد أنا بدي أشكرك كتير. أنا يعني من وقت اللي دخلت كنيسة الرب بالجروب، يعني لسه ما دخلت، ربنا يعني حط على قلبي محبة وسلام. عن جد أنا شو ما كانت بعرف يعني ثقافتك أنا قبل؟ كنت شو كانت ثقافتك قبل؟ أنا كنت أنا كنت مسلمة كنت مسلمة وبعدين يعني من 2021 يعني كانت طائفتي إنجيلية. مسلمة، دخلتي بالطائفة الإنجيلية لتصيري مسيحية، تعمدتي؟ عمدوكي وقتها وهلأ أنتي معنا، تركتي الطائفة الإنجيلية وصرتي معنا؟ ايوه كنت، ليه؟ ايوه كنت يعني مسلمة، بعدين يعني بال2021 تعمدت، وهلا انا معك بكنيسة الرب يعني بالجروب يعني مستردين لسه. شو لقيتي الفرق بيننا وبين الطائفة الإنجيلية؟ ما هو يعني من اسمها المفروض ماشي وفق الكتاب، ليه تركتيهم وجاي لعنا؟ هاتي امنا هي في كتير صار يعني يعني وثني، يعني دخلوا كتير شغلات وثنية. أنا كنت بحضر فيديوهاتك، يعني كنت بحضر يعني في شغلات عن جد يعني إمنا بيجيبوا يعني المسلمين، منه يعني من 2 3 يعني إنن يعني 3 سنين بيقولوا إن هدول من 3 4 سنين موجودين بس هن لسه مسلمين، بيحضروا اجتماعات بيصورون بس هن لسه مسلمين يعني. طيب طيب يعني كيف هدول يعني انه بتقولوا عنهم يعني مسلمين وهيك، يعني كيف تقولوا مسلمين هن وابناء الظلمة عم يحضروا معكم ويتناولوا معكم ويصلوا معكم؟ كيف؟ ايه هو هذا كل شيء؟ من الاغلاط بالكنيسه البروتستانتيه، الحق بايدك، ما اسمها وثنيه بس اسمها يعني خلط عبادات بدون ما يعمدوهم. هن عندهم الاولويه الكنائس الانجيليه انهم يعمدوا مسيحيين، ما بعرف ليش، المفروض تكون الاولويه اني اعمد عابرين من خلفيات اسلاميه والحاديه، اذا اجى مسيحي بده يتعمد طبعا 100 اهلا وسهلا، ما بقول له لا، بس المفروض انا تركيزي على خلاص النفوس اللي هن ما عرفوا المسيح بحياتهم. هن يحسب عليهم هذا الغلط، والحق بايدك، ما بدافع عنهم اكيد، انه بكنائسهم بتلاقي عندهم مسلم له 3 4 سنين ولساته مسلم وعم يجي كل مره. يعني اذا المسيح لمس قلبه عمده، ما الكنيسه الاولى كانوا يجوا بالالاف والرسل بطرس وبولس يعمدوا بالالاف، التلمذه هي عباره عن انك تعطيهم المسيح، قبلوا المسيح، قلنا لهم تعوا، واذا حابين تشتغلوا على الشخص لتميزوا اللي جاي لهدف مادي من هدف امر معين من اللي مؤمن، اوكي بتلمزه شهر شهرين مثلا سنه بالكثير، بس شو اللي مشان معك حق فيها. اهلا وسهلا فيكي صح. معنا حبيبتي. انت زوجك كمان ساتو مسلم ولا متعمد؟ لا لا، زوجي معي معي بالجروب، يعني انا وهو ما نفس الشيء يعني. 100 اهلا وسهلا فيكم. ما انا مقصره كثير، ما عم فوت على الجروبات، بفوت بس لحتى وقت اللي بتكونوا خلصتوا تلمزي لاشوف مين اللي بقي النخبه اللي جاهزين يتعمدوا. حبيبتي 100 اهلا وسهلا فيكم معنا، وربنا شكرا يثبتكم كثير، معنا لوقت شكرا مجيئه. كثير لك، شكرا كثير، بنحبك كثير من انت، عن يعني حبيبتي جد غالي كثير. اهلا انا وسهلا كنت فيكم. تابعك يعني كنت تابعك من قبل يعني، واقول كنت اقول له لجوزي يعني زوجي هي هون هون انا بدي اسمع هون، انا يعني ايش ما يقول لي، قال له لا ماجي بتحكي صح، انا بدي حبيبي افهم منها، انا باخذ يعني عن جد نعمه كثير، ميت، اهلا وسهلا فبشكرك كثير، اهلا وسهلا. شكرا سلام المسيح كثير، يا حبيبتي، شكرا لشهادتك. سلام.